عالم يشكو. يشكو الناس بعضهم بعضا بغير انقطاع، فالمحكوم يشكو حاكمه، والعامل صاحب عمله، والتلميذ معلمه، والولد والديه، والزوجة زوجها، والمستأجر المؤجر، والشاري البائع، والمتدين رجل الدين، والعكس بالعكس. وهكذا قل في كل علاقة بين إنسان وإنسان، أو بين مجموعة وأخرى من الناس، فالشكاوى تتعالى أبدا من الطرفين في كل طرفة عين، فكأنها القرار الأبدي الذي منه تنطلق وإليه ترتد أنشودة الحياة البشرية على الأرض. وإذا أضفت إلى ذلك شكوى الناس من الطبيعة والقوى العاملة فيها ومن ورائها كالزلازل والأعاصير والجراثيم والحشرات وانحباس الأمطار والفيضانات والحر والقر والضوار والكواسر وجميع أصناف البلايا الجسدية والروحية، ثم انقطاع حبل الحياة بالموت، أدركت إلى أي حد تهيمن الشكوى على حياة أهل الأرض. ولا عجب، فالشكوى من طبيعة كل حي، فما عوى كلب إلا تشكيا من عصا أو جوع أو من عدو مداهم، ولا ثغت شاة إلا تشكيا من بعد رضيعها عنها، أو من حبسها عن المرعى والمنهل، أو من انقطاعها عن صويحباتها في القطيع، ولا ناحت حمامة إلا كان نوحها شكوى من فراق أو شوقا إلى تلاق. والشكوى تكون صارخة أحيانا وأحيانا صامتة، فالتعب مثلا هو الشكوى الصامتة ترفعها العضلات المكدودة إلى الجسد بأسره، طالبة إليه الكف عن العمل. والحزن شكوى صامتة يبثها القلب الحزين في كل ناحية، لعل باعث الأحزان يريحه من أحزانه. وكذلك الصلاة صارخة كانت أم صامتة، فما هي حتى في أسمى معانيها غير شكوى العابد إلى معبوده من حال هو فيها، وغير ابتغائه حالا خيرا منها. وهكذا قل في الخوف والملل والغضب والبغض والحقد والجشع والنميمة وكل ضروب النقد وما إليها، فهذه كلها شكاوى من أمور نتبرم بها ونرجو التخلص إلى أفضل منها. وفي اعتقادي أن الطبيعة التي لا تعمل أي عمل اعتباطا وارتجالا ما أباحت الشكوى لكل حي إلا لتحمله على السعي إلى الخلاص مما يشكوه، ولذلك تراها قد زودت الأحياء بشتى الحيل للتهرب مما يحملهم على التشكي، فسلحت الحيوان بالغريزة، وسلحت الإنسان علاوة على الغريزة بالعقل والإرادة والخيال والضمير، وبقوة التعبير عن كل ما تثيره فيه عوامل الحياة من أحاسيس وأفكار وتخيلات. فشكواه إذ ذاك من أي شيء أو أي حال هي في الواقع شكوى من ضعف عقله وإرادته وخياله وضميره، أو قل من جهله لكيفية استعمال تلك القوى الهائلة التي ما زودته بها الحياة إلا ليتقن استعمالها، فلا تستعصي عليه عقدة ولا ترتفع له شكوى. إذن فالشكوى مهما يكن نوعها هي اعتراف علني بضعف الشاكي وجهله تجاه ما يشكوه، وباستسلامه الباطني للانخذال والقنوط. ولو أنه كانت له الثقة بالتغلب على ما يشكوه ولو في المستقبل البعيد لما شكى، إلا أن معظم الناس كالتلميذ الكسول تعطيه قضية حسابية بسيطة فلا يلبث أن يعلن أنها غير قابلة للحل، ثم يمضي يشكو معلمه لأنه يكلفه حل قضايا تستعصي على الحل. فما أبعدهم عن الذين جاءون بعجائب المدنية الحاضرة، فاقتنسوا من البرق لظاه وجعلوه نورا في مساكننا وطاقة في معاملنا. والذين مددوا أبصارنا وأسماعنا فبتنا نرى ما في الأعالي والأعماق،
ونسمع ما في طيات الأثير بين مشارق الأرض ومغاربها، والذين فلقوا الذرة وراحوا يمنوننا بسياحات إلى القمر وغيره من السيارات الدائرة في فلك الشمس. أولئك ما شكوا العقبات التي اعترضتهم في سبيلهم إلى الغاية، لأنهم كانوا واثقين من مقدرتهم على التغلب عليها والظفر الأكيد في النهاية. لقد كان من شأن الإنسان الذي نال ما نال من الفوز في حربه مع المجهول حتى اليوم أن تصبح له ثقة مطلقة بمقدرته على حل جميع القضايا التي ما برحت تجابهه في حياته مهما بلغت من الخطورة والتعقيد، فلا يشكو شيئا ولا يتبرم بشيء حتى ولا بالموت، إلا أن السواد الساحق من الناس تعوزهم تلك الثقة، ولذلك لا ينفكون يشكون ويتبرمون. وقد ألفوا الشكوى إلى حد أنك لو انتزعتها منهم لكنت كمن ينتزع منهم الحياة، فحيثما اجتمع اثنان أو أكثر انبروا في الحال يتشاكون ويتذمرون ويتأففون، وهم في الغالب يتخذون من الطقس نقطة انطلاق ثم يتدرجون إلى الغلاء أو الكساد وإلى الفساد في السياسة والفوضى في الأخلاق، ويمرون بالدين ورجال الدين وبالمدارس والمدرسين مستخلصين من كل ذلك أن الحياة باتت عبئا لا يطاق، وينتهون إلى معارفهم فيغتابون وينمون ملء أشداقهم ويفترقون، وليس بينهم واحد يقر أمام نفسه بأن الضعف والفساد والفوضى التي يشكوها في العالم هي في الواقع ضعفه وفوضاه، فحري به أن يشكو نفسه قبل أن يشكو الآخرين، ولو أنه كان براء منها لما شكاها. أما ابتليت ولو مرة في حياتك بجماعة من الناس يقتلون الساعة تلو الساعة في التشكي من الناس ومن الطبيعة ومن رب الطبيعة؟ أما أحسست نفسك كالمصاب بالجرب أو كمن أباح جسده لجيوش جرارة من القمل والبق والبراغيث؟ أما تمنيت لو تهرب من أولئك الناس إلى حيث تلقى بشراً يفكرون ولا يشكون ويعملون ولا يتذمرون ويسيرون في طريقهم ولا يتأففون؟ إنما الشكوى ضعف لا يليق بالإنسان الواثق من نفسه والمؤمن بمقدرته على الانتفاع إلى أقصى حد بما وهبته الحياة من قوة العقل والإرادة والخيال والوجدان. تلك الأنوار الكاشفة التي لو أحسن استعمالها ثم صوبها على الظلام من حوله مهما اشتد لبدده، فما نفعه من الشكوى ما دام لا يفعل شيئا في سبيل التغلب على ما يشكو منه؟ وإذا هو انصب بكل قواه على دك العقبات التي في طريقه وكان له الإيمان بأنه متغلب عليها في النهاية، فأي مبرر إذاك لأي شكوى؟ يقيني أن كثرة التشكي تشل عزم المتشكي فتقعده عن الانكباب بكل قواه على التخلص مما يشكو. وإنه لمن المؤسف حقا أن نرى شرقنا العربي مصابا بداء التشكي إلى حد قلما بلغه أي قطر سواه من أقطار الأرض، فغناؤه حتى الحماسي منه شكوى، وصلاته شكوى، وسياسته شكوى، وأدبه شكوى، وتجارته شكوى، وأفراحه شكوى، فكيف بأحزانه؟ ثم كيف بمآتمه التي لا يدانيها في الأرض شيء تفجعا وولولة وعويلا؟ إنها الانسحاق بعينه، بل إنها الكفر بالحياة الذي ما بعده كفر. ما أجمل الصمت عند المصيبة، وأجمل منه النطق الذي يستخف بالمصيبة، وأجمل من الاثنين الإيمان بأن لا مصائب في الكون، بل هنالك أحداث نجتذبها إلينا عن وعي منا وعن غير وعي،
فتحجب حقيقتنا عنا إلى حين ولا تمحوها، كما تحجب الغمامة الشمس إلى حين ولا تطفئها. وهذه الأحداث هي بالدرس والتأمل أحرى منها بالتبرم والشكوى، فمن فهم ما تنطوي عليه من دروس وعبر قهرها بالفهم واتخذ منها سلاحا لقهر أحداث أشد وطأة منها، ومن لم يفهمها حاربها بالشكوى، فكان المقهور أبدا وكانت القاهرة. هنالك قوم يشكون ولا يحكون ظفرا بظفر للخلاص مما يشكون، أولئك هم النعابون والهدامون. وقوم يشكون ويحاولون التخلص مما يشكون، أولئك هم التائهون المؤملون. وقوم لا يشكون ولكنهم أبدا بفهم وجد يعملون، أولئك هم الهداة والبناؤون.